وزارة الصناعة أعلنت عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، واللي هتقدم مجموعة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين. طبعا الخطوة دي خطوة مهمة جدا، وكمان جاية في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين قطاع الصناعة في مصر ومواكبة التطور التكنولوجي. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على تليفون المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عشان يشرح لنا تفاصيل أكتر عن هذه المنصة وتأثيرها كمان على الاستثمار الصناعي. صباح الخير عليك يا فندم. نور، أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. في البداية، إيه أهمية هذه المنصة؟ هي أي منصة بتتعمل أو أي أبليكيشن بيتعمل بيبقى الهدف منه توفير الوقت وتسهيل الإجراءات. النهاردة بقى الوقت عامل مهم جدا في النشاط الاستثماري بصفة عامة. التكنولوجيا خلت الوقت نفسه بقى أسرع، بقى أسرع، فأنت مش محتاج النهاردة تمشي في نفس الموجة، بحيث الإجراءات دي كلها تبقى تتم وانت قاعد مكتبك وانت قاعد في بيتك. ما بقتش الحركة زي زمان انك تبعت حد او انت تروح وتاخد يوم يومين ثلاثة. ده الشيء الطبيعي وده المنطقي، لان الوقت فلوس، فانت بتوفر الوقت. غير كده ان انت بتفصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة. يعني عشان تقلل دايما عوامل الفساد او الانحراف، بتحاول بقدر الامكان انا بقدم لحضرتك الخدمة، حضرتك ما بتشوفنيش اصلا، ومعنى كده ان مش هيحصل تخاطب ما بيني وبينك، معنى كده مش هيحصل اي نوع من انواع الكونتاكت او الالتقاء. بالظبط كده. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، ان يبقى في شفافية في عرض الخدمات. يعني النهاردة لو كده مش موجود، يبقى حضرتك محتاج انك تروح تسأل الموظف ايه الخدمات اللي انتوا بتقدموها في كذا. واحد هيبقى فاهم يقول لك، والتاني نص يهاهم، والتالت ليه غرض لحاجة تالتة وهكذا. لا، انت بيتعرض عليك الخدمات اللي الهيئة بتعملها او الدولة بتقدمها بصورة مباشرة، مفيش حد هيشيل حتة ويحط حتة. فالموضوع له ابعاد في كذا زاويه. يعني الموضوع ملوش فقط حسب قدرات الشخص او خبراته الشخصيه او هو مهتم بايه فعرفه ومش مهتم بايه ما عرفوش. هو بنقدم كل الخدمات وكل واحد بيشوف هو محتاج ايه. بالظبط كده. حضرتك عارفه في دول في العالم مستوى الذكاء فيها في الموظفين اقل بكتير جدا جدا من مصر، ومع هذا الإجراءات عندها أسرع وأسهل. ليه؟ لأن الموظف هناك ليس له دور غير حتة معينة، عنده مانيوال كتالوج هو ماشي عليه، فهو قدر يفصل بالطريقة دي ما بين إن الموظف اللي بيجتهد ويقول والله نعملها يمين نعملها شمال نعملها ولا لأ. أنت عندك قواعد واضحة أهي، هتخلص الطريقة دي والموظف هيخلص الطريقة دي. وطبعا وجود سيستم زي ده طبعا بيعالج قصور كتير جدا جدا. تمام يا باشمهندس. هل بالنسبه هي منصه مثلا هي موقع ولا كابلكيشن او تطبيق؟ موقع. موقع. طيب الدخول على هذا الموقع، هل في كل الاجابات عن كافه التساؤلات اللي ممكن تدور في راس اي مستثمر صغير كان ام كبير، ام في بعض الاوقات بنضطر ان احنا نحتاج برضه ان يكون في تواصل مباشر مع احد الموظفين؟ لا، هو اللي بص اقول لك حاجه، اي موقع في الدنيا او اي ابلكيشن في الدنيا بيعمل له حاجه اسمها ابديت. بمعنى تمام ان انت بتشتغل عليه النهارده، انا بشتغل عليه، طلع في موضوع ما دخلش اصلا مش موجود. خلاص، فبيتعمل ابديت وهكذا. فهنفضل طول عمرنا وفي حياتنا عموما يعني بنعمل ابديت لنفسنا، ابديت لمواقعنا. يعني انا مش عايز بس عشان ما حدش يخش يلاقي في حاجه ناقصه الدنيا بايظه. لا، هو مش الحقيقه. الحقيقه ان انت ممكن الخدمه اللي انت طالبها دي ما تحطش النهارده، هتتحط بكره وهكذا. فطبعا هيفضل جزء زي ما حضرتك قلت، وده كلام محترم طبعا، اكيد في جزء للملاحظات. بالظبط، وده شيء طبيعي. خدت بالك؟ بس في الاخر انت مثلا ايه 90% من الموضوع انت بتخلصه، ماشي، فاضل 10%. هو كمان لله وحده في الاخر. يعني هتفضل بعد اسبوع، يعني انت عندك ويندوز عنده كام تحديث لحد النهارده؟ اكسل عنده كام تحديث لحد النهارده؟ مفهوم. طيب باشمهندس، احنا شايفين ان مؤخرا في اهتمام بالمستثمرين، وده يمكن ظهر من خلال منصه مصر الصناعيه. ايه ناقص على المنصه علشان المستثمرين والمصنعين يبقوا حاسين انهم فعلا تم خدمتهم ومش ناقصهم حاجه؟ برضه هي مساله الابديت. انت حضرتك اللي بتعمليه دلوقتي انك بتحطي ثقافه لدى الموظف ولدى رجل الشارع
ولدى الإعلام ولدى المستثمر إن الاستثمار ما بقاش رفاهية. الاستثمار بقى شيء أساسي، والراجل اللي بيجي بيحط فلوس عشان يستثمر ده زبون. زي ما حضرتك رايح تشتري أي حاجة من أي محل فتحط فلوس عشان تبقى زبون، ديك حق وطلباتك لازم تنفذ وي 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 سنس طبعا في الإطار القانوني للدولة طبعا يعني. طيب باشمهندس، هل عندنا خريطة استثمارية داخل هذه المنصة؟ في طبعا خريطة، طبعا في خريطة تمام. بتوضح المناطق اللي الدولة بترغب في الاستثمار فيها. تمام، عاملين مثلا تجمع صناعي وليكن وفي حد عايز يستثمر في هذا المجال فبتوجهه لهذه المنطقة. بالظبط كده، في أكتر من تجمع موجود ومطروحة في أراضي وكل الكلام ده. ده مؤكد يعني. وكذلك الأمر في باقي القطاعات. مش مسألة طبعا طبعا. هاخد بالك بس إيه؟ الثقافة اللي النهاردة بدأت تنتشر إن المستثمر ذا بالذات الصناعي أو الزراعي أو السياحي هو معناها إيه؟ مستثمر في القيمة المضافة. أنا النهاردة مع احترامي للتاجر، التاجر بيجيب سلعة وبيبيعها. خلاص؟ هنا مفيش قيمة مضافة زي اللي بيجيب خامة ويصنعها. صحيح. زي اللي بيجيب بذرة ويزرعها. هو التركيز النهاردة على مين بيدي البلد قيمة مضافة أعلى. دي ثقافة في حد ذاتها. الثقافة دي لما بتنتشر زي ما حضرتك تشوف كده، الموظف اللي قاعد ده الله ده رئيسي بيفكر بالطريقة دي، ورأس الدولة بيفكر بالطريقة دي، وده بيفكر بالطريقة دي، بيمشي على التراك هو كمان. بالظبط كده. بالظبط. طيب بالفعل تم طرح 1124 قطعة أرض للاستثمار من خلال المنصة، والتقديم ليها شغال من 1 ل 8 شهر 9 اللي هو الأسبوع ده. حضرتك شايف الطرح اللي موجود ده وفي أماكن مختلفة، يمكن 14 محافظة، أعتقد أن في توسع في طرح الأراضي دي. هو طبعا عشان نتكلم أي استثمار أيا كان نوعه هو بيبدأ بالأرض. حضرتك عايزه تستثمري صناعي فانت محتاجه ارض عشان تعملي مصنع، زراعي محتاجه ارض عشان تزرعي، سياحي محتاجه ارض عشان تعملي محل ولا فندق. فالشيء الطبيعي ان اي استثمار لازم يبدا بالارض. طبعا انا ال 1100 قطعه او ايا كان العدد يعني ده عدد طبعا يعتبر ضئيل جدا لاحتياجات دوله زي مصر في استثمار الصناعي. بس هي بدايه، وممكن جدا اللي هيخش يلاقي ان الاراضي في اماكن مش هو اللي بيحلم بيها. يعني لان عندك معظم التركيز او الناس رغبتها في القاهره والجيزه والمناطق المحيطه. نعم. لازم الناس تبدا تتعلم بقى ان مش هينفع الاستثمار يبقى متركز بالطريقه دي. لازم يبقى في استثمار في الصعيد، ولازم يبقى في استثمار في سيناء، ولازم يبقى في مصر كبيره. مش بيبقى فيه إعفاءات ضريبية، مش بيبقى فيه عوامل تحفيزية أو باكج تحفيزية للاستثمار في أماكن مش متعودين الاستثمار فيها؟ صح، في طبعا، بس الأخطر من الـ 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 الحاجات التحفيزية أو الأهم من التحفيزية هي الإجرائية. ما ينفعش النهاردة بتاع أسوان عايز يعمل إجراء يجي القاهرة، يبقى أنت مهما اديتي له الأرض ببلاش. حتى هو لو عايز يعمل أي إجراء جه حتة مركزية عشان يشتغل فيها يبقى انت خلاص الموضوع ملوش لازمه. فهي اجرائيا برضه بتعاد صياغه دلوقتي ان ما بقاش الموضوع سنترلايز، ما بقاش لازم كل حاجه عايز ياخد قرض من البنك لازم يجي فرع البنك الرئيسي. مفهوم. عايز يعمل مش عارف ايه لازم، لا افصلي بقى، افصلي خالص. انت عندك سبب الطرق كويس النهارده اللي قاعد شغال في اينا يقدر يصدر عن طريق البحر الاحمر في نص ساعتين. اللي شغال هنا يعني اذا انت الصعب عملتيه اللي هو ازاي يعرف يجيب خامته، ازاي يعرف يصدر، ازاي. طب فاضل بقى السهل اللي هو الاجراء. تمام. يعني هو بتاع الصعيد بيجي هنا مصر يشتغل ليه؟ لان هناك ما لقاش مش عارف يشتغل. فاحنا بنقدم له كل انواع التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين سواء كانوا مستثمرين صغار او كبار من خلال هذه المنصه. كل الشكر لحضرتك المهندس علاء الساقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه، شكرا جزيلا يا فندم.